طيب يا طيب على الطيب. اها تمر هندي يا احلى واغلى مشروب عندي على الطيب يا طيب، منورين الغوالي. الله يحييك. الله يسعدك. الله يسعدك. والله ابهرتونا. الله يسعدك. تعال لهون ابو عوني. تفضل. الله يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا يا ابو داوود. الله يسعدكم يا رب. على الطيب يا طيب يا تمر هندي. يا احلى واغلى مشروب عندي. ويا احلى مشروب عندي. شو كمان بتقول يا ابو عوني؟ هي من نادي يعني مثلا برمضان. عالطيب اعطيني من تبعات رمضان. زي اذا حافظك ايش من تبعات رمضان؟ زي تبعات خروب. خروب يا مداوي عطش القلوب يا عيني. جميل. الله يحييك يا ابو عوني. يعطيك العافيه انتم كمان. شرفتنا. ورجينا بالله ورجينا. انت اليوم قلت لي انا جايب معي جلاب مش تمر هندي صح؟ يعني ايش جديد؟ تعال اعطينا صب الجلاب. والله انا نفسي اتعلمها هاي الصبه. هاي الصبه لحالها حكايه. الله على الجلاب. يا عيني يا عيني يا عيني. بعدين شوف يعني دارسها على الشعر، يعني عارف وين بده يوقف. الله يعطيك العافيه يا رب. يا باي لو الدنيا لو بنشم يا مالك. بنشم اشم شيء مرتب من منشن. هذا منشن يا قالك بعد الفطار بارده بالله عليك يا ابو طه انك اسمع بتبين بالكاسات القزاز. دقيقه ابو عوني دقيقه. اخ داوود الصلاحات طبعا شرفتنا في مطبخ رؤيه واهلا وسهلا فيك. الله يسعدك يا تعال بالله لو سمحت اعطينا هالكاسات هذول هون هيك. خلينا هون بدنا نعبي هذول الكاسات. رايت خليه محله. بنتناول منه احنا. خلص ماشي خلص بلاش نغلبه. طيب تمام لانه بعرف برضه البريك. الله يعطيك العافيه على حمله البريك لحالها هاي. الله يحييك. بسم الله يا عيني. الله ما شاء الله. استاذنا الفاضل قلت لي القيصر، انت المعروف بالقيصر بهذه المهنه. أيوة. وموجود دائما في منطقه الوحدات ومنطقه الاشرفيه. أيوة. ومعروف ما بين الناس بالقيصر او ابو عوني القيصر. ها أيوة. شو مكونات الجلاب؟ ايه الجلاب هذا شو مكوناته؟ هسه مكونات الجلاب هي الزبيب الاسود. تمام. زبيب 100% صحيح. مع التوت البري. اها مع شويه ماء ورد. يا عيني يا عيني يا اصلا هو اطيب شيء فيها ماء الورد. ايوه انا برايي ماء الورد هو اللي بيحليها وبيعطيها يا اخوان. هي لكل شيء مكمل. فهي هيك بدي اكتلف هيك شوي عشان الناس تشوفك. يا سلام. وجه تحيه لاولادك وزوجتك اللي بيتفرجوا عليك كمان. كل الجميع منورين وحشتي الغاليه. الله يحميها. الله يخلي لك اياها يا رب. يا رب يطول عمرها. يسعدك يا رب. الله يسعدك. شو عندك اولاد ابو؟ والله عندي 5 اولاد الحمد لله. ما شاء الله. الله يسعدك لك اياهم. الله يخلي لك اياهم يا رب. بيفرحنا باولادك ونجي نصب لهم عصير بايدينا. والله يعني وفرحك باولادك ونخدمك بعيونك. يسعدك. الله يسعدك ويخليك. الله يسعدك. قلت لي هاي المهنه انت ورثها من الوالد؟ ايوه. والدك كان يشتغلها. الله يرحمه. واخذتها منه. ايوه. بيشتغل معك ناس ثانيين لك اصدقاء ولا انت لحالك في هذه؟ في اخ لي وصديق. اخ لك وصديق. الصديق تعلم الخلطه منكم. لكن السؤال كم سنه صار لك في هالمصلحه هاي؟ هسه انا يعني انا صار لي فيها تقريبا 15 والوالد يعني عمر برضه الثاني فيها. ما شاء الله. يعني ما شاء الله 15 20 سنه يعني متوارثه. اكيد طبعا 100%. والعيارات على الليبره لازم. اكيد. يعني انا بشرب منك الجلاب او التمر هندي لو بعد ستاندرد سمير. ستاندرد هذا الطعم طبعا الهندي طبعا طبعا من طبعا. اول يوم لاخر يوم رمضان الطعم ما بيختلف. وزبائننا يعني اكيد بشوفونا وعارفين ومتاكدين من الحكيات. طيب بس عندي سؤال معلش حمدني سمير. طبعا. وين بتوقف عشان الناس تيجي تذوق جلابك والخروب؟ يعني حاليا بمنطقه الوحدات. على باب سوق النادي. اها. على اساس اني اخدم زبايني واقوم بواجبهم. اها والله على راسي. سمعتوا وينه؟ ها هاي على مدخل هون بالوحدات. والوحدات اجواء رمضانيه بعد الافطار كمان بتجنن. حلوه كثير صح؟ كل احترام. وقبل الافطار وبعد الافطار وباخذوا من عندك للافطار كمان صح؟ اكيد اكيد.